على بركة الله وتوفيقه مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، ينطلق شوطنا الثالث عشر وأول أشواط الإنتاج والمنتجين مباشرة إلى شعار الزقيبة على المركز الأول. الوثبة حمد بن راشد بن محمد، الزقيبة من يقدم الوثبة في الصدارة، الوثبة في المركز الأول بينما اللي في المركز الثاني. هنا تأتي مشاهدين الأعزاء شديدة لعلي بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري والمركز الثالث. وصلت أيضا هنا مغزى لسلطان بغالب بن راشد المنصوري تأتي على المركز الثالث. المركز الرابع أرجوان سالم بن راشد بن غدير الاكتبي، والمركز الخامس العزرة لسلطان بن مساعد بن قران المنصوري. وصلت العزرة في هذه اللحظات. المركز السادس الوصول من ايضا الصوارم لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، وصل مع صوارم في هذه اللحظات. بينما هنا كراهية لراشد بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، تدخلات من شواهين لسعيد بن علي بالسم المنصوري وصلت في هذه اللحظات. بينما أيضا هناك متعبة لحمد بن فارس بن حمد الشامسي من الزاوية الأخرى. هذه النتيجة. المركز العاشر وصلت فيه الفائزة لمحمد بن عبيد بن علي بن ناصر الدرعي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام عشر المراكز الأولى، أول أشواط الإنتاج والمنتجين، أول انطلاقات أيضا سن الحجاج هنا في هذا الصباح للإنتاج. مباشرة شديدة علي بن سالم بن أحمد بن حوتة العامري، شعار بن حوتة، شعار غني عن التعريف يا فايز، غني عن التعريف بالفعل من خلال الإنجازات القوية التي قدمها في الأعوام الماضية بالفعل. ولكن أرجوان العزرة سلطان بن مساعد بقر المنصوري وصل المنصوري ليقدم هذا الاسم، ليقدم هذه الانطلاقة القوية والتحديات المثيرة بالفعل مع هذه الأسماء القوية والعملاقة. الله يراعي الصفرة، شد الحيل. ولكن راهية راشد بن مغير بن سالم بن حارب العميمي وصلت بشكلها الجميل بنجوميتها الرائعة. والوصول الظبي علي بن حمود بن حمد الكلباني، وصل الكلباني أول نداء والوثبة مع الزقيبة القادمة بهذا الشعار القوي. ولكن العودة إلى الكيلومتر الأخير. أيضا العزرة لسلطان بن مساعد بن قران المنصوري يتواجد في المركز الأول في الصدارة الأولى في الانطلاق الأول بدون أي منافس هنا على الصدارة الأولى. المركز الثاني شديدة علي بن سالم بن أحمد بالحوتة العامري. قدمت الأسماء، انطلقت الأسماء، الوصول، الدخول من الفائزة محمد بن عبيد بن علي بن ناصر الدرعي. ولكن شوفوا من القادمة هنا، أيضا الريف لمبارك بن سعيد بن خليفة الخيالي. وصلت الريف ما يبنى الأطاري. هذه هي الريف، غيرت من مركز إلى آخر، بدأت تتدخل هنا. أيضا الريف لمبارك بن سعيد بن خليفة الخيالي غيرت إلى المركز الثاني. ولكن العزرة في الرقم واحد، العزرة بالمركز الأول، العزرة تحمل الرقم واحد، تتواجد وين؟ في المركز الأول بالفعل. يتواجد سلطان بن مساعد بن قران المنصوري بالفعل، يبى السلامات إلى أهالي غياثي. ولكن الريف لمبارك بن سعيد بن خليفة الخيالي ياتي على المركز الثاني، على الانطلاق الثاني والعودة إلى الصدارة. العزرة على المركز الأول، العزرة على الصدارة الأولى. الميتين متر الأخيرة تنطلق مع العزرة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. سلطان بن مساعد بن قران المنصوري تهانينا والناموس ومشكور يا راعي الصفرة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الريف مبارك بن سعيد بن خليفة بن زهرة بن خليفة الخيالي بالفعل. المركز الثالث راهي راشد بن مغير بن سالم بن حارب العميمي. المركز الرابع وصول ايضا المركز الرابع هجامه لاحمد بن حميد بن عبد الله بالعمي الشامسي. والمركز الخامس الفائزه لمحمد بن عبيد بن علي بن ناصر الدرعي. هناك مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام، هذه النتيجه
ولكن العزل السلطان بن مساعد بن قران المنصوري هي من تفوز بهذا الشوط وتقطع المسافة في 4:26 جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني الريف مبارك بن سعيد بن خليفة الخيلي من وصل مع الريف في المركز الثاني حيث قطعت مسافة السباق. اللي في المركز الثاني الريف بالفعل مبارك بخليف مبارك بسعيد بخليفة الخيلي. تهانينا لو الناموس على هذا الفوز والانتصار. ننتظر التوقيت من الهواري بالفعل 4:29 ثمان أجزاين من الثانية. تهانينا والناموس بينما اللي احتلت المركز الثالث المركز الثالث 4:29 وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس اللي مالك راهية راشد بن مغير بن سالم بن حارب العويمي بينما اللي في المركز الثاني 4:26 اللي في المركز الثاني 26 وأيضا هناك ثلاث أجزاء على ما أعتقد من الثانية أو ثمان أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأيضا المركز الثاني كانت الريف مبارك بن سعيد بخليفة الخيلي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. العزرة سلطان بن مساعد بن قراني المنصوري هي الفائزة بهذا الشوط.